السلام عليكم. قبل ما ابدا اخوانا، انتوا شايفين نفسكم ناس استفدتوا حاجه من النقاش ده؟ استفدتوا تمام، كلام جميل. الناس ديل كل زول بينصر حظ نفسه، عرفتها؟ يعني انا بجيك زي الفنان لما يجي يجيب بقى حسين وبقى احمد، ده بغني اغنيه، ده بغني لك نفسها، بس بيعمل لي حركتين ثلاثه، الناس بتكورك لده وبتصفر له. المقصود من كلامي، انه الناس بتحاول دائما تظهر انه هي الافضل. يعني يجيك زول يعمل لك فيها ولا محمد سيد حاج ربنا يرحمه في الله، كيف يعني شنو داير يظهر لنفسه عشان بكره في لاندا اسمه كده ما عارف شنو في اليوتيوب ويجيبوا له حلقات وكلام زي ده. الناس زي لو بيجوا بينشروا الدين يقول اخوانا الاسلام، قال الاسلام ده ما في زول بيتغلط فيه. الصوفي انا ما صوفي يا اخوانا ولا انصر سنه عشان ما تقولوا، ولا اقسم بالله ولا بتبع اي حزب ولا يوم الدين، انا مسلم بس والله ما كوس احلف لك، وشفته بالمصحف كمان. وما تضحك يا اخواننا، لا انا ضد الزول اللي بيجي يتكلم عشان يضحك الناس. انا الشباب اصحابي اللي موقفوا لي ساعه والله، لكن بس داير اديكم نصيحه كده لوجه الله. الزول لما يجي يتكلم في حاجه لها علاقه بالدين ما تحاول تستهزأ من زول، لان قال له بيكرهك. اسي الزول ده وينهون ده؟ الزول ده انا متاكد جوه من قلبه ما حيحب الزول ده ليوم الدين. الزول ده لو كلامه صح والزول ده غلط والله ما حيتبعه. اسي انا جاني زول نبزني ونبز لي ابوي بسمعه؟ معلش، لكن بيسخر منه سخريه شديده. الزول ده سخر منه، قال لا بشعر وكلام. معلش يعني ما تزعل مني تزادك عشان ما، والعفو والعافيه لله، يعني الناس ما شنو ما تكون زعلانه. لكن صراحه اللي انا شفته في اليوتيوب وشفته في الناس دي تسخر من الناس. يجيك زول يسخر لك من زول وينبز ويسب لك ويسب له ويقول له ما عنده شيء، انت ما على دين يا اخي. الزول ده احتمال هاي والله بسب له. عارف السب ده شنو؟ السب ده هاي معنا بس عشان ما هنا. المهم الناس دي انت لما تيجي لزول وتفشله بصوره زي دي وتكسر له مجاديفه حيكرهك هو وحيكرهوك الناس اللي معه. لما يكرهوك انت حيكرهوا الحاجه اللي انت جيت بها. زي الاستاذ اللي بيكرهك الماده، لما يجيك استاذ يشرح لك ماده بصوره كده صعبه شويه بتكرهه، وبالتالي بتكره مادته، بيجي الامتحان بتسقط في الماده بتاعته، تقول الله الماده دي اليوم ادينا لها بقرا لها بتاع رياضيات ولا زفت بالطريقه دي. فانت دائما لما تيجي تشرح لناس، وانا اقل منك علما اقول لك قدامك واعترف، انا اقل من الزول ده علما وما بعرف اكثر منه، انا متاكد من طريقه كلامه دي الزول ده اعلى مني بعترف، لكن والله شرحه ما كويس. كلام جميل. وقفت اول حاجه وقلت يا اخي نصيحه مني ليكم انتوا اخواني بس ولو هو ذاته، عرفتها؟ فالناس دي تحاول تنصح بصوره جميله وتحاول شنو في لب الموضوع. والزول ده حاليا ما جاوب عليه سؤال من الزول لك، قال مثلا داك بيكسر تلج لي عمر البشير ده، قال الخروج عن الحاكم. هو ما قال الخروج عن الحاكم، هو قال تكلم عن حاجه ثانيه، هو تكلم عنها عرفتها؟ ما هو قال ده يتكلم عن الخروج عن الحاكم، عرفتها؟ اي. فالمهم يا اخواننا، الناس شنو تكون واعيه وتتعامل بشنو بسجيه. الاسلام ده دين تسامح. الكافر انت لو دار تدعو للاسلام ادعوه بصوره جميله، يعني حتى هو ذاته لما تيجي تدعو للاسلام بصوره جميله، بصوره لطيفه كده، عندك اسير بتاع حرب عامله بصوره جميله، والله العظيم يخش بالاسلام بايمان يمكن يكون اقوى منك، لان له التمس الحاجه دي وهو جاي جديد وانت اصلا مولود بالفطره، عرفتها؟ خليه من انه زول زيك مثلا ممكن يكون اتولد في بيئه جاهله، مثلا اتولد باي شكل، لقى قدامه شيوخ بتاعين هناي وكلام زي ده، وانا عارفهم كتار وشفت منهم حاجات كثيره، يعني الناس اللي بيتعاملوا بالسحر وبيغنوا بين الناس. لكن انت لما تجيبه بصوره بتاعت استفزاز وكسر مجاديف ما بيسمعك، عرفتك؟ ما عندي دليل والله. دليل على شنو؟ معلش دليل على شنو؟ دليل على شنو؟ دليل على شنو؟ انا ما قصدت يا اخواننا من هنا الناس سهزه بزول ابدا، لكن قصدت انه اقول للناس تتعامل بصوره جميله، وانه الاسلام ده دين بتاع تسامح. واول حاجه اسمها تفرقه في الاسلام دي ما صح. الناس دي كلها مسلمه، انصار سنه ما عارف ده شنو، المهم اي المهم يعني عرفتها. فالناس دي تكون دين الاسلام وبس، ما تقول اي شيء ثاني، عرفت؟ لا صوفي لا هنا لا بتاع. انت مش مسلم احتفظ بالحاجه اللي بتقولها دي برا، لكن اعبد ربنا وصلي وبالشيل القار الرسول صلى الله عليه وسلم، انت كده مسلم صح ولا لا؟ انا قلت كلام غلط؟ تفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه. أول مسألة، النصيحة ما مرفوضة يا أخواننا، كونه إنسان يجي ينصحنا وكذا فده ما فيه إشكال، لكن يشترط النصيحة من اسمها زي ما قال العلماء، قالوا هي من قولك نصحت العسل أي نقيته من الشوائب. وأحسن نصيحة تقدمها للإنسان أن تذكر له الخير أو تنهاه عن الشر بالدليل من الكتاب والسنة، هذه هي النصيحة، وما سوى ذلك لن يتفق فيه الناس. والدليل على ذلك على كلام ده إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر كان في أعالي المدينة بعيد،
فلما جاء لقى النبي صلى الله عليه وسلم مغطى وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له طبت حيا وميتا. ثم دخل المسجد فوجد عمر يخطب المسلمين ويقول والله ما مات رسول الله، قال ولقد ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى إلى ميقات ربه، قال ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا يقطعن أعناق قوم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أيها المتكلم على رسلك على رسلك. فلم يسكت عمر رضي الله عنه، فلما تكلم أبو بكر سكت عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وإلى الآن هنا ما في دليل، صح ولا ما صح؟ لكن بعد ذاك أبو بكر الصديق قال شنو؟ استدل بالآيات إنك ميت وإنكم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر فعقرت حتى ما تقلني رجلي. قال قعدت في محلي ما قادر أقوم ذات رجلي ما قادرت يشيلني. ليه؟ لأن أبو بكر الصديق تلا الآية. فنحن نصيحتك بنقبلها، ولا خير فينا إن لم نسمع النصيحة، ولا خير فيك إن لم تقل النصيحة. وكل الناس القاعدين ونحن ما معصومين بشر زي ما قلت لك، لكن النصيحة تكون بشنو؟ بالدليل. بالدليل ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أن احنا الزول ده ما غلطنا عليه ولا اعتدينا عليه. ليه؟ لأنه هو طلعنا طلاب دنيا وقال انتو تجار دين، قال ولا ما قال؟ وقال انتو طلاب بتاعين كراسي، مش كده؟ قام خش في نية واحد من أخواننا الشيخ الفاضل مزمل الفقير جوا، قال وهو معروف إنه كان في نيته دارب حاجة كبيرة، فكان هو أولى بالنهي. يا أخونا جزاك الله خير، عرفته؟ وبعد ذاك قام دافع منه، دافع عن الترابي. الترابي ده والله حبوبتك ما تدافع عنه، عرفته؟ لأنه الترابي ما 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 هو صح، هو صح كلام بضحك، لكن ما في دليل إنه بيمنع الضحك. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، كلام بضحك لأنه هو الكلام المطابق للواقع. الترابي بينكر نزول المسيح، ده رأيك فيه؟ شنو أنت بتدافع عن الترابي؟ لا أظنك تدافع عن الترابي، تمام. هو جاء دافع عن الترابي. الترابي كافر بالله، ملحد، مشرك. نديك 12 17 دليل على كفريات الترابي، وأسي لو عندك نت أفتحه، أنا بديك أسماء أمور عشان أنا أوريك الزول ده ما غلط في حقي أنا، عشان ما تعمل لي مسألة شخصية إنه ده قلت له وهو قال لك وإنت ضحكت فوقه وهو ضحك فيك، مسألة ما شخصية. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أئمة الضلال، قال وأخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، عرفته؟ فالترابي ده من أئمة الضلال الأضل الشعب السوداني، وخلى ناس زي اسمه منه؟ زي عبد الرازق ذاك، أبو بكر عبد الرازق الشعبي، يقول الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة. شوف الزول ده وصل الناس مرحلة كيف؟ أنا ما أتكلم في الترابي، أنا بحذر الزول ده من فعائل الترابي، وهو زول بيتجن علي بالباطل. أنا لما أرد عليه والطلبة يضحكوا في باطل لأنه شيء مخالف للعقل، أبقى أنا غلطان؟ ما غلطان. من 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 الباطل، من الباطل ما يضحك منه، عرفت؟ ومن الحق ما يضحك له. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحبر وقال إن الله يجمع الأراضين على إصبع والشجر على إصبع والدواب على إصبع إلى آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه وتلا قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه تصديقا لقول الحبر، عرفته؟ فما في إشكال إنه الإنسان يضحك من قول باطل، وهذا يدل على أن هذا الإنسان لا يحب هذا الباطل بل يكرهه ويبغضه بل يضحك من سفه هذا الباطل، عرفته؟ فما في إشكال يا أخونا. طيب قال الأخ إنه قال في زول استفاد، وطبعا دي من المشاكل، هو بيأمرنا بالانتقاد وقال لي أنت الزول داك ليوم القيامة حيكرهك، ودرجني بالغيب بالمناسبة، معلش قد يكون كلامي حار لكن اتقبلوا زي ما أنا سمعت لك لغاية نهاية كلامك. أنت قلت الزول ده حيكرهك ليوم القيامة، يمكن يكون الزول ده أحسن مني اللي أنا تكلمت فوقه ده، قد يكون أحسن مني يمشي بغادي يراجع نفسه يتوب لي الله ويحبني لأنه أنا وضحت له الحق، ممكن ولا ما ممكن؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإنت ما تتألى على إنسان إنه بيكرهك ليوم القيامة والكلام زي ده، عرفتها؟ فمسألة المسألة الأولى قال في زول استفاد، دي مسألة لما الطلبة وأخواننا والشباب قالوا له أيوة استفدنا، بعد ذاك قام غير مجرى الكلام، ودي طريقة أنا أرجو إنك تراجع فيها نفسك. بعد ذاك قال أي زول مش هو بقى ولا أنت بديت كيف؟ أنا ما يا أخواننا أنتوا زول لما يجي يقول هنا أنتوا ورونا، هل نطالب أول يكتب كلامه حتى يجي يقولوا ولا ورونا عشان نعمل شنو؟ أو سلم ورقتك لنا عشان نجي نرد عليك، عرفتها؟ ما ممكن أنا أجي أرد عليك وأنت بعد ذاك تجي تنكر الكلام، ما هو لأنه شينا منكورة. فنحن استمعنا لنصيحتك، استمع لنصيحتنا. طيب قال أي زول داري يظهر نفسه، ما داري إنه يظهر نفسنا، ولو كان البلد دي علا الشيوخ بتاعنا أنصار السنة ثبتوا فيها على المنهج الصحيح، والله نحن ما دارين نتكلم. ولو كان هنا بيدرسوا الناس في الجامعة دي وغير الجامعة دي المنهج الصحيح، نحن ما كان جينا تكلمنا، عرفتها؟ لو كان فيها ناس بيبينوا للناس المنهج الحق، الإسلام الحق، فنحن كان ما جينا تكلمنا ذاته وجينا بكراساتنا ودفاترنا وقعدنا للناس. لكن سكت الناس، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ طيب الخير ده دايرين ينتشر للناس، نعمل شنو؟ نعمل شنو؟ نتعتم يعني؟ ها؟ ما قول ظهر في النهاية، نسأل الله الإخلاص ونسأل الله إنه يمرقنا من العجب والكبر والرياء، فهمت؟ لكن ده ما دليل إنه أي زول جاي يرد، وده ذاته كلام في النيات، إنه أي زول داير يرد يظهر. برضو أنا أجي أقول لك أي زول داير يظهر يجي يصلي في الصف الأول في الجامع، معناه لو لقينا الصف الأول فيه أربع نفر أنا أصلي في الصف الثاني، هل ده يعقل يعني؟ ده يعقل؟ عرفته؟ فده ما يلزم يا أخونا. قال أنا ضد الزول اللي بيضحك الناس، عرفته؟ أنا ما أعرف ليه يعني أنت ضده ليه؟ ده ما برضو بيخليه يكرهك يعني، هو ما زول في النهاية وعنده كينونة، فهمته؟ لكن ليه يعني أنت ضده ليه؟ طبعا قصدك إنه زول اللي بيتكلم في زول ويبين عواره والناس يضحكوا فوقه، إذا أنت قصد الزول ده فأنا ضدك في الموضوع ده، لأنه أنا بتكلم في إنسان بحق وبآيات وبأحاديث، عرفتها؟ وزي المسألة بتاعت كسر تلج دي، كسر تلج للبشير، قال شنو في مسألة كسر تلج؟ قام جاب على نموذج هو ذاته، قال عمر البشير حفظه الله، هل الآن عمر البشير حفظه الله ده مطلوب شرعا ولا ما مطلوب شرعا؟ بعد ده نجي شنو؟ نجي بالأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم. عشان كده كان من سنة الخلفاء من بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح ومنهج المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون بالخير لإمام المسلمين، وإن كان ظالما فاسقا غشوما سفاكا للدماء، لكن ما دام مسلم بيدعو له بالخير. قالوا ليه حفظه الله ده دعاء ولا ده شنو؟ هو دعاء، هم سموه كسر تلج وده اسمه دعاء، ولو دايرين للإعراب ننزل حفظه الله معناه شنو؟ ها معناه شنو حفظه الله ده؟ دعاء، عرفته؟ فانت بنسميها كسر تلج ونحن بنسميها دعاء، وهذا من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لك كلام الإمام أحمد، بل الإمام أحمد جوه الناس والعلماء قالوا له نخرج على المأموم، انت قلت لي هو ما اختلف معك في الخروج لأنك أنت لا تعرف الخروج، فالخروج يكون بالكلام بالطعن في الأئمة أمام الناس، عرفته؟ وفي غمزهم وهمزهم ولمزهم ومل قلوب العامة ضدهم، ده هذا يعتبر من الخروج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال وإنه سيقوم عليكم أمراء قلوب الشياطين في جثمان إنس. هل أنت أو خليك ما أنت الود الجبالك ذاك، عرفته؟ هل عنده لفظ بليغ يبين ما عليه هؤلاء الحكام من الفساد ومن الظلم أبلغ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في، صح ولا ما صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني بره بني آدم لكن قلبه ده شنو؟ شيطان. تاني خلى فيه حاجة الوصف ده، خلى فيه حاجة ما خلى فيه حاجة. قال لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي،
قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. دي أدلة، انت جيب لنا الأدلة على انه ما نقول حفظه الله اللي هو سماك السرتلي. واصلا الالفاظ القبيحة، الالفاظ القبيحة التي يقصد منها التنفير من المنهج الحق، دي شغل ابليس. لما قال والتزيين، عرفته؟ لما زين لابينا ادم الشجرة الملعونة التي سماها الله الملعونة، قال له ألا يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. والألفاظ الرموا بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وشاعر وكاهن إلى آخر، فهذه يرمى بها دعاة التوحيد. ثاني قال قال أنا مسلم بس، لكن أحزاب كده وتبقى ده سلفي وده كده. أما الأحزاب كلامك فيها صحيح، ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. أما مذهب مسألة السلف، عرفتها؟ كان قلتها أو كان ما قلتها، نفترض إنك ما قلتها، عرفتها؟ مسألة السلف ده واجب على الإنسان أن يكون سلفيا. ما معنى سلفيا؟ لأنه أنا الليلة حاجة أسألك، المسلمين ديل كلهم واحد؟ كلهم واحد؟ لو قلت لي كلهم واحد بمرق لك كتاب البرعي اللي بيقول روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، بجيب لك كتاب البرع رياض الجنة ونور الدجنة اللي بيقول ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. بجيب لك كلام عبد المحمود نور الدايم اللي بيقول أحمد الطيب طرد الملائكة بتاعين الموت، عرفتها؟ فيبقى المسلمين ما واحد، ولا أنا أغش روحي ولا أنت تغش روحك، عرفتها؟ ولا الأخوان المسلمين ولا ناس داعش، ولا داعش ما مسلمين، خلاص كلنا مسلمين. تاني ما أفضل يتكلم في داعش ما مسلمين، ما أفضل يتكلم فوقهم. ها عملوا شنو بس؟ شالوا سكينة وجروها في رقب الزول، عملوا حاجة كبيرة يعني؟ ما عملوا حاجة، ما خلاص ما مسلمين. يبقى ولا تقول لي أنا المسلم الما تابع لداعش، وتاني أنا المسلم الما تابع للأخوان المسلمين، وتاني أنا المسلم الما تابع للسمانية، وتاني أنا المسلم الما تابع للتجانية، وتاني أنا المسلم الما تابع للكزنزانية وما تابع لحزب الأمة وما تابع للختمية وما تابع للجبهجية وما تابع لأنصار السنة وما تابع وما تابع وما تابع وما تابع. السلف ريحك، قال لك قول أنا سلفي. والسلف أول السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي زول عنده اعتراض والله صدرنا رحب، جيتنا بكلام طيب وأدلة وكذا بنناقشك بالنقاش العلمي. أما لو جيت زي الود القبيلك ذاك فما بنخليك، ما بنخليك. وأنا تكلمت في شعره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، حديث ابن عمر في البخاري كتاب الأدب، لابد تتأدب. ما ممكن تجينا هنا قدام طلاب ومسلمين قدام الناس دار تروج. وقام سخر من العمامة، قال شنو؟ قام جاب له قال هذا زمانك يا عمائم، مش هو أصل البيت شنو؟ هذا زمانك يا مهازل فامرحي، مش قام ده سخرية ولا ما سخرية؟ فعشان كده أنا بتكلم في شعر، فهمته؟ ولو ربنا يسر لي وكان عندي سلطة عليه كان حلقته له، أنت فاهم؟ الشاهد إنه أول السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف في اللغة من تقدمك وسبقك من الآباء سواء كان في الخير أو الشر، ده في اللغة. أما في الشريعة السلف هم النبي صلى الله عليه وسلم أولهم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين من حيث الجملة، عرفته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها لما بيّن لها أن جبريل عارضه بالقرآن في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام مرتين وبكت رضي الله عنها، قال فإنه نعم السلف أنا لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم السلف الصالح عثمان ابن مضعون، وهذا عليه إجماع العلماء. والإجماع حجة ولا ما حجة؟ حجة شرعية، عرفته؟ فمنهج السلف هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لما نتكلم عن منهج أخواننا، لما نتكلم عن منهج
ما بنتكلم عن إنه أنا ده فلان ده خاش الجنة ولا مزمل ولا علان خاشين الجنة ولا النار، لأن هذه لا يعلمها إلا الله، ما في ذول بيعلمها، ما في أحد بيعلمها إلا الله، عرفته؟ نتكلم عن منهج ذول وحد الله، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الصحابة وترضى عنهم، لم يخرج على الحكام لا بكلمة ولا بسيف ولا بسنان، عرفته؟ ولزم جماعة المسلمين وكان يعني أثريا إلى آخر. فده بنقول نرجو له الخير، والمنهج ده بنقول المنهج ده بدخلك في الجنة، لأنه المنهج معصوم. أما نحن الأشخاص اللي زعموا إنهم سلفيين، دير قد يضلوا، قد يضلوا كما ضلوا أنصار السنة. وإن تسمى الإنسان ونحت على جبهته أنه سلفي، سلفيين لو نحته ده ما يغني عنك شيء، عرفته؟ فدي معلومة الإنسان يفهمها. فمسألة إنه الإنسان ما ينتمي إلى أحزاب وجماعات وكذا، فده كلام صحيح وطيب، ونحن ما حزب، والسلفية ما حزب. وما السلفية نحن؟ يعني عشان برضو كمان ما تأخذ الكلام، نحن ما السلفية؟ أنا ما وكيل أقول لك دار تبقى سلفي، أي جيب ورقتك أدق لك ختم ملازم أول شاب عوض جهاز الأمن السلفي، واو أنت قايلة قايلة أنت دار تعمل إجراءات. الموضوع ده يا أخواننا منهج أنت بتصير به، قد يكون في سلفي في أستراليا، سلفي في بلجيكا، سلفي في النرويج، نحن ما بنعرفهم، وده ما يقدح فوقهم، عرفتها؟ فما إلا أنت تبقى تبعي أنا أو تبع فلان، وأنا ذاتي تبع منه، نحن كلنا تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. شيوعيين قاعدين يقولوا والله نحن مع الطيور، احنا بنقول لهم والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فالمنهج السلفي هو المنهج الحق، وأي زول دار يضل عن الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، ويمشي جهنم يباري غير المنهج السلفي، تفهم كلامي ده؟ أي بني آدم يتمسك بغير منهج السلف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ده ما مفلح أبدا، أبدا ما مفلح، عرفته؟ فده نحن كلام بالناطح به الجبال الرواسي. أما الأشخاص فنحن ما عارفين نفسنا في جنة ولا نار، ناس لابد يميزوا بين المنهج وبين شنو وبين الأشخاص. مثلا أديك مثال، يقول لك المذكرة دي الأستاذ طلع لي أولاد ثالثة السنة الفاتت كلهم نجحوا في الرياضيات، ده منهج، عرفته؟ ده شنو؟ ده منهج. لكن هل أي طالب قرأ المذكرة دي حينجح؟ ها؟ ما يلزم منه. نقول لك مثلا الزول اللي بيقرأ كلية العلوم الإدارية ويتخرج مثلا يقدر يدير بنك السودان المركزي، الزول اللي بيتخرج بمنهج كلية العلوم الإدارية حيقدر يدير بنك السودان المركزي، لكن هل أي طالب دخل كلية العلوم الإدارية حيقدر يديره؟ ما أي طالب، عرفتها؟ فالناس تفهم، الناس أمور الدنيا فهمها كويس كيف أمر الآخرة. فنحن بنتكلم عن أديان، بعدين نحن خلافاتنا مع المناهج الثانية ما خلافات يا إخواننا في أشخاص، نحن مشكلتنا مع الترابي ما مشكلة في شخصه، إنه ليه الترابي ده لا في العمة كده مثلا، أو لأنه ليه مركب نظارة، أو لأنه نخرته قدامه ورا، ده ما مشكلتنا معه يا ناس. الترابي ده لو كان بيدعو إلى منهج السلف وكده وهو عارفه، أنت عارف الترابي ده عنده محاضرات في السعودية؟ هل تعلم الكلام ده؟ عرفته؟ وزمان كان شال له تزكيات من بعض العلماء لأنه كان بيديس عليهم، زول مجرم، فهمته؟ فإذا كان واصل على منهجه الصحيح ولزم هذا المنهج فيما يظهر لنا، كان نحن ذاتنا بندعو للترابي بالخير، لكن زول انحرف نعمل له شنو؟ فده المنهج، نحن بنتكلم عن منهج.